كعادتهم الميليشيا لا يدخلون قرية أو منطقة إلا أخربوها وجعلوا أهلها بين قتيل وجريح ومشرد. الوازعية مثال لهذا الحال وواقع له، إذ تتحدث التقارير الحقوقية عن ارتكاب الميليشيا لآلاف الانتهاكات منذ اجتياحها للمديرية في 29 من سبتمبر 2015. 7530 حالة انتهاك ارتكبها مسلحو الحوثي والرئيس السابق في مديرية الوازعية. تنوعت تلك الانتهاكات ما بين قتل عمد، إصابات، اختطاف، تهجير قسري، تدمير، اقتحام ونهب للمنازل، اقتحام ونهب للمحلات التجارية، تدمير واقتحام لمقرات حكومية ومرافق خدمية. التقرير الذي أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات وحمل عنوان الوازعية المأساة المنسية تحدث بأن الميليشيا قتلت 132 مدنيا من مختلف الأعمار، مؤكدا بأنها لم تفرق بين رجال أو نساء ولا كبار أو صغار خلال حربها على المنطقة. الانتهاكات التي تعاملت بها قوات المخلوع والحوثي والتي وصفها التقرير بالكبيرة والفظيعة مثلت دافعا ومحركا للأهالي للتوجه نحو المقاومة، حتى أصبحت الوازعية من أكثر الجبهات مقاومة وأشدها، فما من شبر فيها إلا وذاقت فيه الميليشيا من ويل المقاومة وشدة بأسها ما أجبرها على الانكسار والتراجع لمرات كثر.